بالنسبة لهذه التجربة ديال الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أعتقد أنها تجربة مهمة جدا، تجربة رائدة، تجربة فكرة دافع عليها السيد الوزير، وغدا كتعطي الثمار ديالها عام على عام. ما ننتظروش نتائج في السنة الأولى ولا السنة الثانية، النتائج غتكون إن شاء الله من بعد سنوات ديال الاشتغال. الفكرة نبيلة جدا، الفكرة جيدة، وأنا عشت ذاك العام تجربة أولى مع هذه الوزارة في إطار جولة بعض دول الخليج وأوروبا. أعتقد أنه هذه التجربة خصنا نشدوا فيها بيدينا وبرجلينا وندعموها بالتشجيع، لأنه وخصوصا من تما بهذا الشكل سميه شكل ديمقراطي، كاين واحد المقرطة ديال هاد ديال ديال هاد ديال هاد الفكرة. لأن أحيانا كنديروا أفكار ولكن ما كتتم بشكل ديمقراطي، كتكون في الكواليس وما كنعرفوش هذا كيفاش مشى وشنو المعايير والمقاييس باش مشى هذا وما مشاش هذا. من حسن الحظ هذا الطاقم اللي شرف على هذه العملية تم يعني يخدم عليها بشكل ديمقراطي، كاينه لجنة اشتغلت على الملفات واختارت وانفتحت على واحد النسبة كبيرة من العروض. هذا هو الربح اللي كاين في هذه التجربة، انفتحت على عروض كثيرة، يعني تقريبا واحد 80% من العروض المحترفة اللي كتروج في المملكة انفتحت عليها، وهذا شيء كنعتقد بانه شيء ايجابي، وخصنا نشكروا القيمين عليه. كم عمل التمار اكبر تحيه اوجهها لكم من خلال هذا المنبر ومن خلال تواجدي هنا بقصر المؤتمرات بمدينه الصخيره بمناسبه 300 عرض مسرحي التي تنظمه وزاره الجاليه، والذي ستكون هذه العروض خارج الوطن باوروبا وافريقيا باذن الله. كنشارك بمسرحية العودة من إخراج الفنانة فاطمة الجابيع. هذه المسرحية اللي قدمنا بها عدة عروض داخل الوطن، وكانت لنا مشاركات عديدة في عدة مهرجانات. هي مسرحية هادفة، مسرحية لكل الأعمار، مسرحية للأسرة، مسرحية ترفيهية كما قلت، كذلك هادفة، وهذه دعوة مفتوحة لكل الجمهور من كل الفئات وكل الأعمار لحضورها بحول الله. كذلك ستكون الفرصة للقاء جمهورنا الواسع خارج الوطن. تحية خاصة ومن القلب لهذا الجمهور المتتبع للأعمال المغربية من خلال القنوات، وكذلك هذا الجمهور الذي يحرص على الذهاب إلى المسرح لمشاهدة كل العروض التي تأتي من المغرب، وهذا يدفعنا لأن نكون في المستوى وأن نقدم عروضا جيدة. شكرا لكم أيها الجمهور الحبيب، فأنتم دائما التاج الذي نضعه على رؤوسنا. محمد عيد السيدي، ممثل ومخرج مسرحي. احنا اليوم كنتواجدوا في هذا القصر ديال المؤتمرات هنا في الصخيرات في اطار برنامج ديال الجولات المسرحيه اللي كتخصها وزاره الجاليه المكلفه بالمغاربه المقيمين بالخارج. احنا شاركنا العام اللي فات بعرض مسرحي كوميدي غنائي اللي تقريبا عرضناه في فرنسا وبلجيكا، عرض الحمد لله اللي كان عليه اقبال من ناحيه يعني ديال الحضور وكذلك التواصل مع الجمهور. هاد السنه هذه عندنا عرض اخر جديد نوع اخر اللي بعنوان أسترة، هو عرض كوميدي اللي اقتبسناه وترجمناه من النص الاصلي ديال الكاتب الاسباني فرناندو الرابال. وهذا العرض صراحه حصل على دعم الانتاج والترويج ديال وزاره الثقافه السنه الماضيه. هذه السنه هذه ان شاء الله كنوجدوا ان شاء الله، وكان مستعدين باش ان شاء الله نديروا جوله في مستوى اللي كيطلع عليها جميع المغاربه المقيمين بالخارج. وبهذه المناسبه كنشكر وزاره الجاليه المغربيه المقيمين بالخارج بهذه المبادره اللي كتخصها الابناء ديالنا اللي كاينين في ديال المهجر، وحنا صراحه سعداء بهذه البادره هذه. وكنشكروا بالخصوص السيد الوزير اللي كيشرف على هذه العمليه هذه، وكذلك المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه اللي كيساهم حتى هو باش ان العروض المسرح الامازيغيه تكون حاضره في اطار هذا البرنامج. عبد الواحد موادين، مخرج وممثل في مسرحيه حتى وحشومي
ورئيس فرقة مسرح الثلاثة. كنشاركوا هذا العام كما قلت بمسرحية حتى وحشومي اللي كتدخل في إطار دعم الجولات الأوروبية والإفريقية اللي كتقوم بها الجالية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، اللي يعني كنشكرهم على حفاوه الاستقبال ويعني والمشاركه في 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 الاحتفال المسرحي اللي قمنا به سواء في بلجيكا او فرنسا او في ايطاليا او في اسبان. يعني كنشكروا جميع المغاربه المقيمين بالخارج، كما كنشكروا كذلك وزاره الجاليه للمغاربه المقيمين بالخارج، كنشكرهم على هذه الباديه الطيبه ونثمنها. ما كرهناش يعني جميع تقريبا الوزارات اللي عندها واحد يعني عندها يعني حب لهذا المجال المسرحي ان تقوم بهذه البادره. هي فريده من نوعها، هذه البادره هذه راه ما كتلقاش جميع الدول، يعني كاينه غير في المغرب، كاين فرد بها المغرب، وهذه من الحسنات ديال وزاره الجاليه. كنشكرهم بزاف على هذه البادره هذه، وباسمي وباسم جميع المسرحيين كنقول شكرا والله الموفق.